أطلب من الباحث محمد محمود حامد أن يتقدم بملخص وافٍ عن رسالته أمام اللجنة الموقرة في فترة لا تتجاوز 20 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإنه من لم يعش تاريخ في صدره لم يجد حلو العيش في مره، ومن وعى أحوال ما قد مضى أضاف أعمارا إلى عمره، وحيث غفل الإنسان عن تاريخه لم يمكنه أن يستفيد من حاضره، وحيث كان المرء على ذكر من تاريخه استطاع أن يلتقي في قابل أيام من العثرات، وأن يأخذ بقوة ما احتاج إليه من قرارات، وأن يتوقع ما ينتج عنها من آلام. ومن هدى صحة العزيمة على دراسة حقبة مهمة من تاريخ وزارة الأوقاف، ادفعني إلى ذلك ما أراه من نشاط غير مسبوق في العمل على منطق الوطن تحت قيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه. في حقبة من تاريخ مصر العامل فيها لوطنه يسبح ضد تيار الإرهاب الفكري والمادي الغالب، ثم ما يشاهده القاصي والداني من التدور الهائل في كل قطاعات وزارة الأوقاف، ولا ينكر ذلك إلا جاحد أو مغرض. فوجدت أن من الواجب على أبناء الوزارة الذين أشرف بكون واحدا منهم أن يقدموا يد العون لأولئك الرجال المخلصين وعلى رأسهم معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أسأل الله عز وجل أن يطيل عمره وأن يبارك فيه، إنه على كل شيء قدير. وبناء على ما قدمته جاءت دراستي بعنوان الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية منذ عام 1372 هجريا حتى 1391 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق لعام 1952 ميلاديا حتى 1971. أحسبها إن شاء الله دعما لتلك الجهود المخلصة، وقد جاءت دراسة بتوفيق الله تعالى في 5 فصول يسبقها مقدمة وتمهيد وتعقيبها خاتمة. أما المقدمة فقد بينت فيها أهمية الدراسة وسبب اختيار الموضوع محددا بتلك الفترة الزمنية، كما تناولت فيها الحديث عن نوعية المصادر والمراجع التي كانت عمادة لتلك الدراسة، وتحدثت في التمهيد عن الوقف وأنواعه وبداية نظام الوقف في مصر ودور وزارة الأوقاف في تنميته. ثم جاء الفصل الأول بعنوان وزارة الأوقاف ونظامها الإداري، تحدثت فيه عن النظام الإداري لوزارة الأوقاف، ثم بعد ذلك لائحة إجراءاتها الجديدة، ثم بعد ذلك عرضت على الفصل الثاني وعنوانه دور وزارة الأوقاف في التحول الاجتماعي في مصر، وتناول إلغاء الوقف الأهلي وضم الأوقاف الخيرية إلى نظر الوزارة وأثر ذلك في التحول الاجتماعي في مصر. ثم إلغاء المحاكم الشرعية في عام 1955 ميلادية وأثر ذلك على الأوقاف في مصر. ثم أتبعته الفصل الثالث وعنوانه إشراف وزارة الأوقاف على المساجد والدعوة الإسلامية في مصر ونشاطها الدعوي خارج مصر. تناولت فيه علاقة الأوقاف بالمساجد ودورها بالإشراف عليها، خاصة بعد انضمام المساجد لوزارة القانون رقم 247 لسنة 1953 ميلادية. وكذلك إشراف الوزارة على الدعوة الإسلامية بإنشاء إدارة عامة للدعوة ونشاط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في ذلك. ثم تناولت بعد ذلك جهود وزارة الأوقاف في استثمار أموال الأوقاف والمساهمة في مجالات الصحة والإسكان والتعليم في الفصل الرابع. ويتناول جهود الوزارة في استثمار أموال الأوقاف الخيرية. ثم جاء الفصل الخامس وعنوانه إسهام وزارة الأوقاف في أعمال البر ودعم المؤسسات الخيرية. تحدثت فيه عن إنشاء الإدارة العامة للبر والخيرات ومشروع القرض الحسن لغير القادرين وتقديم إعانات للمحتاجين. كما تناولت فيه دعم وزارة الأوقاف للمؤسسات الخيرية كالتكايا والملاجئ وإنشاء مؤسسة للزكاة والرعاية الاجتماعية ودعم وزارة الأوقاف للجمعيات الخيرية. ثم زيّرت البحث بخاتمة تضمنت أبرز النتائج والتوصيات المستخرجة من الدراسة ومن أهمها ضرورة أن تكون
قومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبرك، وهو دليل على استيلاء النقص على جنة البشر. فإني لأحمد الله جل في علاه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على إتمام هذا البحث، رغم ما واجهني من صعوبات، منها قلة المراجع واعتماد كثير من المباحث الدراسة على الوثائق. فأشكر الله عز وجل على المزيد من أعمائه، وكيف أوفي الشكر والتوفيق إلى الشكر يحتاج إلى شكر آخر. فأخيرا وليس آخرا، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الدعاء وعظيم الشكر والتقدير لأستاذي الأستاذ الدكتور مصطفى محمد رمضان، أستاذ التاريخ والحضارة والتاريخ المعاصر، المتفرغ بكلية اللغة العربية في القاهرة، ورئيس قسم التاريخ والحضارة سابقا، ومقرر اللجنة العلمية لتربية الأساتذة في التاريخ والحضارة سابقا، ومن أبرز مؤرخي مصر والأزهر والأوقاف، المشرف الرئاسي على هذه الرسالة، والذي تعهدني بالحكمة والصبر والنصح والتوجيه طوال فترة الدراسة. ومهما أثنيت عليه فلن أوفيه حقه، إذ لم يكن قدوة علمية فقط، بل كان مثالا للكرم والهمة. أسأل الله أن يبارك في عمره وأن ينفعنا بعلمه ويرفع قدره في الدنيا والآخرة. كما أتقدم بخالص الدعاء وعظيم الشكر والتقدير إلى أستاذي، الأستاذ الدكتور عبد الجواد صابر إسماعيل، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المتفرغ بكلية اللغة العربية في القاهرة، ومن أبرز مؤرخي مصر والأزهر، والمشرف المشارك على تلك الرسالة، والذي تعهدني بالرعاية والتوجيه بصبر وحكمة طوال فترة الدراسة، فكان قدوة في حسن أخلاقه وكرم وفادته. أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن ينفعنا بعلمه وأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة. ثم كان من جليل قدر الله عز وجل أن قيد لهذه الدراسة مناقشين لها، أستاذين فاضلين وعالمين جليلين، هما معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، الأستاذ الكلية في الدراسات الإسلامية والعربية في القاهرة وعميدها الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو مجمع البحوث الإسلامية. فأتقدم إليه إلى سيادته بأسمى معالي التقدير والشكر والاحترام على قبول سيادته مناقشة هذه الدراسة على كثرة شبابيه ومهام الامتثال. فأسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفعنا بعلمه. كما تقدم بأسمى معالي الشكر والإحسان إلى أستاذي معالي الأستاذ الدكتور عبد الواحد النبوي، أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة في الكلية ووزير الثقافة الأسبق، ورئيس الهيئة العامة لدار الوثائق القومية سابقا، الذي كان لسيادته دور مهم في الحفاظ على وثائق الأمن القومي المصري في فترة عام 2011 ميلادية، والتي حاولت فيها يد العبث والتزييف أن تصل إليها فكان لهم بالمصاب. فأشكر سيادته على قبول مناقشة هذه الدراسة على كثرة شواغله، وأسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفعنا بعلمه. أتقدم لسيادته ولكل من قدم لي يد العون والمساعدة في أثناء فترة الدراسة والبحث، وأخص بالذكر أسرتي ووالدي ووالدتي، وأشكر إخوتي وزوجتي وأهلي وجميع أساتذتي وزملائي في الكلية وجميع العاملين في دار الوثائق ودار الكتب والوثائق القومية. كما أتقدم بخالص الشكر لجميع العاملين في ديوان عام وزارة الأوقاف والعاملين في المكتبة العامة في العام التي ترددت عليها، وإلى كل من ساعدني في الحصول على المراجع النادرة التي افتقدتها في المكتبات العامة. وأخيرا قد اجتهدت قدر طاقتي لإخراج هذه الدراسة على تلك الصورة، أرجو أن يكون لها مكان في المكتبة التاريخية. فإن حالفت التوفيق فلله الحمد والمنة، وإن كنت قد قصدت وأخطأت فحسبي أن اجتهدت، والكمال لله وحده سبحانه، ومنه أرجو المغفرة، ولله رب القائل وما أبرئ نفسي إنني بشر أسيء وأخطئ ما لم يحمد القدر، ولن ترى عذرا أولى به زلل من أن يقول مكروبا إنني بشر. فإني أسأل الله العلي القدير أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتي، وأن ينفع به كل من يقرأه، والله ولي التوفيق. يسعدنا ويشرفنا أن يتقدم الدكتور محمد مختار جمعة بملاحظاته على هذه الرسالة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فبداية أتوجه بكل الشكر والتقدير إلى كلية اللغة العربية بالقاهرة وإلى قسم التاريخ والحضارة على هذه الدعوة الكريمة التي لم أتردد لحظة في قبولها، لكونها أولا في هذه الكلية العريقة الشامخة علما وتاريخا، والحقيقة نعتز بكل من فيها من الزملاء والأساتذة، وأيضا الحقيقة اللجنة الموقرة، كل التقدير للأستاذين الكريمين الأستاذ الدكتور مصطفى محمد رمضان والأستاذ الدكتور عبد الجواد صابر إسماعيل على ما بذل من جهد واضح مع الطالب لتخرج الرسالة على هذا المستوى، وأيضا السعادة البالغة بصحبتي في هذا اللقاء العلمي مع الأخ والزميل والصديق العزيز الأستاذ الدكتور عبد الواحد النبوي. شرفت بالعمل معا في العمل العام في مجال الوزارة، وكان بيننا تعاون وثيق طوال فترة عمله وزيرا للثقافة، وساحة العلم الآن ممتدة. فالحقيقة أنا سعيد بوجودي مع سيادته ومتمنيا له ولكل الزملاء والكلية كل التوفيق، وشكر خاص الحقيقة لسيادة العميد الأستاذ الدكتور عبدو إبراهيم وسيادة وكيل الأستاذ الدكتور صلاح عاشور وكل الأساتذة الذين يعني يشرفوننا بحضورهم الكبير في هذا اللقاء. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني يكون الرسالة تتعلق بجانب من جوانب الأوقاف، ولكون الباحث ابنا من أبناء الوزارة كل ذلك يجعل لهذه الرسالة وقعا خاصا في النفس، إضافة إلى أن الباحث قد اجتهد وبذل وسعه في إعدادها في حقبة صعبة يعني تحتاج إلى جهد ودأب في عملية التوثيق. الحقيقة الرسالة يعني ابتداء بها جهد يذكر فيشكر، ولكن أمر طبيعي أن الباحث في مرحلة الماجستير يكون في أولى خطواته البحثية ويحتاج إلى بذل المزيد من الجهد. الحقيقة النصيحة والوصية الأولى إني إذا كان في هذه الأيام مما يكاد يكون مما عمت به البلوى الخطأ واللحن، فإن هذا لا يمكن أن نتسامح ولا أن يتسامح معه في مثل هذه القلعة اللغوية التي هي بمثابة المنارة في الحفاظ على لغة القرآن الكريم. ودراسة لغة القرآن الكريم هي جزء من صميم عقيدتنا الدينية، فأهل العلم على أن فهم القرآن والسنة فرض واجب، ولا يمكن لأحد أن يفهم القرآن ولا السنة فهما صحيحا دقيقا إلا ليس بمعرفة اللغة وإنما بالبراعة في اللغة العربية. وفي هذا الجانب نتمثل بقول الشاعر: وقسى ليزدجع ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. الشأن في كلية اللغة العربية كما قال الشاعر القديم: وننكر إن شئنا على الناس قولهم، وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقوله. لأني إن افترض هنا هي التي تعلم الناس الدقة. الحقيقة بمناسبة الدقة دي، وده شيء هام جدا، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. اليوم وإحنا في الكتاب اللي كنت بكلم سيادة العميد عليه اللي هو فن الكتابات، جيت كده فوجئت وأنا براجع بعد الكتاب ما الطبعة الأولية،
هناك بيتان السياق فيه بيقول إن المعلمة والطبيب كليهما، ده السياق القياس اللغوي على التوكيد المعنوي، لا ينصحان إذا هما لم يقاما. لكن كل الكتب القديمة إن المعلمة، كل الكتب وكل التخريجات وبحثت في كل المصادر، إن المعلمة والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يقاما. أنا الحقيقة كان الأقرب إلى نفسي، وكثيرا ما أفعل ذلك عند الإلقاء، أذهب إلى القياس، لكن الحقيقة قلت طالما إن المصادر أجمعت سأبقي على الموروث. لكن جيت في الهامش كاتب إيه بقى؟ وردت كلمة بين قوسين طبعا شخص كلاهما بالرفع في جميع المصادر، على أن وتخريجها على أن خبر إن هو الجملة الإسمية كلاهما لا ينصحان، ويجوز نصب كليهما على التوكيد المعنوي، عشان ما حدش يجي يقول لك ما هو. ولذلك كان سيبويه يقول، وكان كثير من النحاق الخليل، أنحى الناس من لا يخطئ، والقصد من لا يسرع في التخطئة، لكن فيما يحتمل الوجوه، أما فيما لا يحتمل كنصب ككسر البدل المنصوب أو نصب المضاف إليه، أبرز النتائج أنت قلتها النتائج وراجع هتسمع فيها، فهذا مما لا يغتفر، وخاصة أن له نظائر في الرسالة هي صحيح قليلة، وبالقياس لما يكتب في الرسائل أنت مجتهد. لكن إحنا في اللغة العربية عندما يكون الطالب من خريج كلية اللغة العربية، والحقيقة ليس شيء بمستحيل لما تقرأ تحقيقات الأستاذ محي الدين عبد الحميد، الشيخ عبد المتعال الصعيد، كبار المحققين، عشرات المجلدات، ربما لا تجد خطأ واحدا لا لغويا ولا طباعيا، مما يتطلب. احنا عندنا بعض النقاط كده يا سيارة، انا هقول لك كده خطفتين ثم بس اسيب لك الباقي. فمثلا في حاجات بتتعلق بالتصويب النظري، زي صفحة واو في المقدمة، واو في المقدمة ده خطأ طباعي مش مشكلة، بس يعني بحس ايه، اما الفصل الاول وعنوانه وزارة الاوقاف ونظامها الاداري، هي فقرة كده صفحة واو في المقدمة، اما الفصل الاول وعنوانه وزارة الاوقاف ونظامها الاداري، فتحدثت فيها عن النظام الاداري لوزارة الاوقاف. عندك مكتوبة فقد ولا مكتوبة ايه؟ مكتوبة عندك ايه؟ فقد. فقد هي مكتوبة ايه؟ انت بتقرأ فقد، بس هي مكتوبة ايه؟ لا قفض، يعني هو بس عاكس، عاكس بس برضه صوره كده 54، دي بس حاجات طبيعية بسيطة في الهامش، نتيجة الصوره فقط او عدم التركيز في المراجعة، دي نماذج ايه؟ اخر هامش 3، الإشهاد على الوقف هو أمام الحكمة، آخر حاجة دي في اللغة، ونقفك على كده صفحة 234، لأن دي فيها بعض الأخطاء الواضحة. 234، وأنا هديك الأوراق إن شاء الله في نهاية الجلسة. بص، في واحدة هناك خطأان محضان وخطأان ما كتب فيهما خلاف الأولى. هات عاشر، اقرأ عاشر. طبعا فيه كلام كده برضه، كلمة البعض الأدق في الأدق ألا تعرف الألف واللام لأنها على الإبهام فلا يتسق مع، يعني يعتقد بعض الكتاب، بعض المؤرخين، بعض المحللين، فالأفصح فيها الأفصح ألا تكون بالألف واللام وإنما بالإضافة. ماشي كمل. أن أنت مكتوب عندك إيه؟ صح، ده صح ولا غلط؟ إعرابها إيه؟ نعم؟ طبعًا اسم إن مؤخر، وأدي دول دورًا وبارزًا. هي كلها صفحة 234. 234. الثانية بقى اللي هي على خلاف الأولى،
ثامنا وتاسعا ساهمت هو دي كان زمان هي في ناس بتاخدها على انها خطا. هي الحقيقه في المعاجم الاثنين اسهم حسمت الاسهام اسهم شعاكا قولا واحدا. ساهم بتحتمل المعنيين اسهم واقطاع يعني عمل قوعه او شعاكه. فلما انا بستخدم اللفظ الخالص للمعنى افضل من استخدام اللفظ المشترك. دي في ماده. ففي بعض النقاط البسيطه كده انا كاتبها اديها لك. نيجي بقى عندك حاجه في بعض القوانين ارقام بعض القوانين تحتاج الى تصويب. هات صفحه 50 صفحه 50 انت كاتب عندك الدكتور عبد الحميد مشارك معايا. صفحة 50 كما صدر قانون رقم او عقد هو الصواب وسيادة الوزير مصلحه معايا اهو الصواب في القانون 152 لسنة 57 152 برضو في الصفحة التي تليها وزير الاوقاف رئيسا لها وعضوية كل من وكيل وزارة الاوقاف. ما كانش ايامها اللي بيضم مفتي الجمهورية كان بيضم في وفق القانون مفتي الاقليم الجنوبي لان دي كانت لجنة فرعية لم تكن لجنة رئيسية فاللي موجود فيها مفتي الاقليم الجنوبي ده نص القانون. صفحة 56 ايضا انه انشئت هيئه كده عندك لا 56 ثم انشئت في الفقره الثانيه السطر الثالث من تحت اخليه عشان تشوف قاعده ثم انشئت وحتى انت انشئت هي كاتبها همزه وصل من تحت يعني جت بالمره كده عفوا ثم انشئت بعد ذلك هي لا لا الفقره الثانيه لا شكل بقى ايه شكل ثم انشئت بعد ذلك هيئه الاوقاف هيئه الاوقاف الاخبار في القانون رقم 133 لسنه الصواب كام؟ تعجبك بقى بتاع الوثائق كلها والقوانين كلها ايه؟ الصواب بالقانون 264 القانون 264 علما بانك انت في صفحه 164 في الهامش كاتبه صح يعني انت لو جبت 164 هتلاقيك كاتب القانون الصح. شوف هات بقى صفحه الهامش تم بس والله بص في حاجات انت بتفتح على حاجه فتفتح لك حته ثانيه. اقرا يا مولانا المرجع السابق هيئه اوقاف الاقباط الارثوذكس تم ايه؟ يبقى الضم الهمزه على ايه؟ اهو عاملها على عشان كده بقول له محتاج بقى قبل المراجعه الاخيره لانك همزات الوصل والقطع وفي بعض النقاط كده محتاج ايه؟ لابد قبل الطباعه الاخيره مراجعه اخيره. تم انشاؤها الهمزه على اهي انت بقى كاتب القانون هنا 264 صح ما كاتبه في الهام الصح وكاتبه في المتن خطا. ايضا صفحه 65 إدارة المساجد اللي أنا واحد الإدارة العامة للدعوة وتتكون من الإدارات الفرعية الآتية واحد اقرأ إدارة المساجد صفحة كام؟ 65 وتختص بالإشراف على
لا اسمها ايه؟ المستخدمين بالمفعول مش المستخدمين. اللي هم اللي اه ماشي. اه. وعن الذين واستلام المساجد التي تقرر ضمها طبقا للقانونين رقم 247 لسنه 1953 والقانون رقم 157 لسنه 1960. عندك بقى انت هنا بقى فيهم واحد صح والثاني خطا. القانون الاولاني الاول اللي هو 247 لسنة 53 ده خاص بالنظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصاريفها على جهات البر. القانون اللي هو 247 لسنة 53 247 لسنة 53 ده خاص بشأن النظر على الأوقاف الخيرية ولا علاقة له على الإطلاق بعملية ضم المساجد. القانون الثاني بقى صح اللي هو 157 لسنة 60 ده الخاص بعملية الايه؟ ضم المساجد. إنما الأول القانون الأول لا علاقة له بضم المساجد. الحقيقة الثانية هي حاجة إيجابية تحسب ليك لكن بمقياس البحث العلمي ليس محلها في البحث. ممكن كان يبقى في المقدمة في أي شيء. أنت اتكلمت أنت واخد الفترة من كام لكام؟ المدة التاريخية؟ سنة 1952 كم؟ سنة 1952 لسنة 1971. أطلس الأوقاف اتعمل سنة كام؟ 19. يبقى مش داخل في الشغل غير الداخل في الحقبة التاريخية التي تتناول. انت وانت كنت عايز تكتب ده كويس جميل، بس وانت بتكتب في المقدمة او ممكن تقول يعني عدة صفحات وزارة الاوقاف او الدول الاجتماعي بين الماضي والحاضر، كنت تعمل ملحق في اخر رسالة في خمس صفحات كده وزارة الاوقاف. الملاحظة بتاع المساجد الخيرية ان القانون بتاعها لا ينطبق عليها. القانون 247 لا ينطبق على المساجد. 1953 لا يتعلق بالإشراف على المساجد. 247 لسنة 1953 لا يتعلق بالإشراف على المساجد وإنما يتعلق بالنظر على الأوقاف الخيرية. موضوع الأطلس شيء جيد، بس كان يفضل انك تيجي عامل كده تذييل في خمس صفحات وزارة الأوقاف بين الماضي والحاضر وتقول كذا وتدي شوية توصيات يتعلق بهذا أو في المقدمة وانت بتعرض اختيار البحث، إنما هو ليس داخل الفترة الزمنية التي تحدثت عنها. بس هو الفكرة زي ما حضرتك بتقول كده كانت تبقى مهمة. هو بينقد المصادر اللي اعتمد عليها المصادر دي كان الأطلس ده، كانت تبقى رائعة. صحيح. آخر نقطة عشان احنا قلنا كده نكون التزمنا بالوقت اللي احنا براحتك يا فندم. لا لا بالعكس، هو في حاجة بقى مهمة ودي سعادة الأستاذ الدكتور عبد الواحد يمكن إني ساعدك فيها لأن دي بتتصل بأرشيف الوثائق القومية. عند خلط في الأكواد في الملاحق، قائمة الملاحق مثلا مسلسل رقم 2 لائحة تقسيم الاختصاصات في وزارة الأوقاف دون فيه أن مصدر الملحق وثائق أرشيف ديوان عموم الأوقاف كود رقم 514 وفي هامش صفحة 254 كود 518. القضية دي اتكررت في أكثر من موضع بقى، هديها لك انت تبقى ايه تدققها. ايضا مسلسل رقم 3 صفحة 244 هات 244 كده عندك اهو. بص القانون رقم كذا وثائق ارشيف ديوان 518 ديوان عموم الاوقاف على 518 هتجيب نفس الكلام في هامش 256
هتلاقيه مختلف عنده 514. الخلاصة ان الاكواد متضاربة ما بين المسلسل وما بين بعض الهوامش واكواد مختلفة، فهذا يحتاج منك الرجوع الى دار الوثائق وارشيف دار الوثائق لتحقيق الاكواد. ده تاريخ بيكتب. والحقيقة على الجملة هو يعني هدهل بس هشطب منها حاجات وهديها لسيادتك. على الجملة الدور هو يمكن من أهمية الرسالة إن بعض الناس كان ينظر إلى وزارة الأوقاف فقط على أن لها جانبا واحدا أو بعدا واحدا هو قضية الإشراف على المساجد والدعوة، لكن الحقيقة الوزارة لها عدة أدوار، منها الدور الأساسي وهو قضية المساجد والدعوة والخطباء وكل ما يتصل بشؤون المساجد، وهذا هو الدور الدعوي. وهناك الدور الاجتماعي، وبالمناسبة ده ليس طرفا في الوزارة، يعني احنا عندنا القطاع الديني في ثلاث إدارات مركزية بدرجة وكيل وزارة: الإدارة المركزية لشؤون الدعوة وهي المختصة بالمساجد، الإدارة المركزية لشؤون القرآن الكريم وهي مختصة بعملية مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، وافتتحنا في السنوات الأخيرة 1200 مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، فدي مهتمة بشؤون القرآن الكريم. قسيمهم الثالث بقى ده مش يسعب، يعادل الدعوة الإدارة المركزية للبر والأوقاف اللي هي الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف، وفي كل مديرية أوقاف توجد إدارة البر، وهي أكبر من أكبر الإدارات العامة في الوزارة، لأن فيها إدارة شؤون الوقف وإدارة الحجج وفيها إدارة المساعدات المالية، وفي إدارة مهمة جدا للقائد الحسن وهو القائد بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية وما زالت قائمة، وكل هذه الإدارات ما زالت تعمل. ده في البعد الاجتماعي. هناك أيضا البعد التنموي وهو ما يتصل بشؤون الوقف، وهو متمثل في هيئة الأوقاف. والحقيقة يمكن الحمد لله قدرنا نجمع، وده برضو بيأكد عظمة هذا الشعب المصري، يمكن أشار الباحث إلى أطلس الأوقاف، إحنا جمعنا أطلس الأوقاف، وأظن هو أكبر أطلس وقفي في العالم. وظني احد كبار الاعلاميين لما شاف الاطلس، طبعا احنا اشتغلنا فيه بفريق عمل لا يقل عن 80 شخصا لمده سنتين، شاف الاطلس قال احنا في اليابان. الاطلس فيه بقى الوقف وموقعه ورقم الحجه ورقم التوليه ومساحته واسم صاحب الوقف، يعني كل وقف فيه رقم التوليه، رقم الوقف، اسم صاحب الوقف، مساحة الوقف، وما حدث عليه، هل هو أرض زراعية، هل هو أرض مباني عليه، يعني كل ما يتصل به مع ملف أرشيفي في 55,000 وثيقة. لكن الأطلس نفسه خرج فيه 92 مجلداً، وما أظنش أنا لم أطلع على أي أطلس جغرافي تعدى 90 مجلد، قد يكون فيه لكن أنا ما شفتش. لكن أطلس الأوقاف بلغ 92 مجلداً، ولذا جعل أحد الكتاب يقول إن مصر مرت عليها أزمنة عديدة لم يكن فيها جائع لا من أبنائها ولا من المقيمين بها ولا من الوافدين عليها لكثرة أوقافها ومحسنها. وده بيترجم إلى الآن، إحنا السنة دي لما جينا نعمل برضه من باب الدور الاجتماعي مشروع صكوك الأضاحي، رغم الظروف الاقتصادية اللي بيمر بها العالم كله، ورغم ان كان في غرق كلي ثم جزئي للمساجد، السنة دي احنا لغاية النهاردة اللي تم تجميعه وما زالت لسه حسابات بتتصفى تجاوز 110 مليون جنيه، هيترجم لحوالي 1200 طن لحوم هتوزع على الفقراء. بالمناسبة ايضا احنا بنبني الان على وشك التسليم 100 بيت لأهالينا في حلايب ب 25 مليون جنيه. أهلنا 270 بيت لما حدثت ضوضاء في بئر العبد. حاليا عملنا كمان
50 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة في أحداث كورونا. إضافة بقى إلى إن إحنا في هذه الفترة كمان المشروعات حتى الاقتصادية بتاعتنا بتبقى فيها نوعين، نوع اجتماعي ونوع اقتصادي. الاقتصادي عشان يشيل الاجتماعي. أديكوا آخر نموذج، آخر نموذج تم الأسبوعين الماضيين خلال الشهر ده، سوق الخميس في المطرية. سوق الخميس تم نقل الباع الجائلين، بندي له الباكية بكام؟ الباكية اللي البياع بإيجار 200 جنيه اللي هي الباكية الصغيرة، وأكبر باكية 18 متر ب1000 جنيه، ده الجزء الاجتماعي. لكن لما جينا نبيع سعر المحل وصل كام في المطرية بقى مش في حتة تانية؟ طبعا في أقل سعر أعلى سعر، لكن بعض المحلات المتميزة تجاوز سعر المتر 175,000 جنيه. فبنعمل جزء اقتصادي، عملنا 30 محل كلفناهم 7 مليون اتباعوا ب 72 مليون بعائد استثماري حوالي 936%، ده القسم الاستثماري عشان تصرف على الشق الايه؟ الاجتماعي، وتقدر توفره للناس الغلابة او الناس المحتاجين بأقل. في أسوان عاملين 4910 شقة، متوسط الإيجار من 280 ل 330 جنيه شقة، زي ما بقول كده كما يقولون على المفتاح، الشاب ياخد الشقة ينقل عفشه مشطبة إيجار. في المقابل عندنا أبراج سما أسوان على النيل جزء استثماري. فالدول الاجتماعي، فالأوقاف لها بعد اجتماعي ولها بعد تنموي وإضافة إلى البعد الدعوي. الأوقاف في 7 سنوات في مجال الدعوة، في مجال البر، في مجال الصحة، في مجال الأوقاف، في مجال الاستثمار، احنا نديهولكم وممكن تبقى تكلفوا حد بحث بيه، وبالمناسبة ومعه حمل بعير من الكتب. رائع جديد. احنا يا فندم كده رائع. انا كده تبقى ممتازك. لا ممكن. لان مهم. يعني على سبيل المثال عفوا في جملة. لان الدكتور ده مهم وفعلا. فعلا اصار الدكتور نقطة مهمة جدا. احنا عملنا كل سنة على حدة الاول. وبعدين عملنا الاوقاف في 6 سنوات اللي هي فترة حكم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تم انجازه. تمام. وهقول لكم بس حاجة عشان تأكيد، لان كمان تتخذ دراسة مقارنة. ومتعاملة دراسة مقارنة في ال7 سنوات ودرجات التطور في مش فقط. على سبيل المثال في مجال التأليف اللي هو الجانب العلمي، تم تأليف اكتر من 70 مؤلفا و92 مترجم الى مختلف اللغات الاجنبية. ده موجودين حوالي بالظبط 160 كتاب ما بين مؤلف ومترجم موجودين. في مجال العمل الاجتماعي اللي بنتكلم عنه، صكوك الاضاحي، احنا بدأنا من 5 سنوات. اول سنة جمعنا 32 مليون جنيه. تاني سنة 48. تالت سنة 64. تالت سنة 104. دلوقتي احنا عدينا 110 ولسه. على سبيل المثال هيئة الاوقاف. احنا مسكت هيئة الاوقاف ودي ارقام موجودة. اللي كان موجود عندنا في هيئة الاوقاف عائدها 375 مليون جنيه. 375. هذا العام تاني سنة بدأت تتطور. السنة دي احنا محققين اعلى عائد في تاريخ الاوقاف منذ انشائها الى الان. صافي ارباح استثمارية وايجارات فقط. ملناش دعوة بالاستبدال. صافي ارباح استثمارية وايجارات 1,546 مليون جنيه، بزيادة حوالي 400% عن ال5 سنوات. تفائض زائد حوالي 500 جنيه 500 مليون. يعني اجمالي ايراداتنا تعدت 2 مليار. شهر 6 لوحده اعلى عائد شهري في تاريخ الهيئة 275 مليون. شهر 7 ده بالمقارنة ب7 السنة احنا بنعمل ايه؟ شهر بشهر. شهر 7 السنة دي ب7 اللي فات. 8 ب8 الشهرين مع بعض. الشهر ده احنا عاملين 130% زيادة عن 7 من العام الماضي. كل الكلام ده بالوثائق والارقام موجودة. فممكن يتاخد الاوقاف في 7 سنوات. وال7 دول اللي مرحلة ما بعد 3 يوليا. ال7 سنوات في كل اضافة بقى الى الاطلس انتج في هذه الفترة اللي هو 92 مجلد. فممكن نديكوا ده. الحقيقة انا بأشكر اللجنة الموقعة وبشكر المشرفين الفاضلين والزميل العزيز الدكتور عبد الواحد والقسم والكلية على هذه الدعوة، وأؤكد أن الباحثة بذل جهدا جا
جيدا، وان الهنات اليسيره التي اشرنا اليها اما يعني يكاد يكون طبيعيا في بدايه بحثه، الا ان الامر الذي يحتاج منه الى اجتهاد بالغ ولا مسامحه فيه هو عمله الجاد على اتقان اللغه العربيه، ولا سيما انه امام وخطيب، وقد قالوا من لا يحسن ان يكون اديبا لا يصلح ان يكون خطيبا، فصنعه الخطيب البيان وصنعه الاديب البيان، فانت عليك واجب اللغه باعتبارك اماما في الاوقاف وباعتبارك باحثا في كليه اللغه العربيه. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونستاذنكم في بعد فتره لحظات للختم على الرساله. فقد اجتمعت اللجنه وقررت منح الطالب رساله الماجستير بتقديم ممتاز. بالتوفيق ان شاء الله.